قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى اتساع رقعة الموجات التضخمية، الأمر الذي يستلزم إحداث تغيرات ملموسة في ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية على رأسها السياسة النقدية. جاء ذلك خلال أعمال الدورة الاعتيادية 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي. أضاف رئيس الوزراء المصري أن إقدام البنوك المركزية عالمياً على رفع أسعار الفائدة لمنع الاقتصادات من الوقوع في دائرة الركود، وأشار إلى أن إحداث تحول حقيقي في الاقتصادات العربية يتطلب طفرات في الاستثمار.